مسطحة كروية مسطحة بل كروية. السلام عليكم متابعي قناة بابار. اليوم سنحاول التعامل مع الأمور ببساطة ومنطقية عندما نستدل بآيات الله لنبرر سطحية الأرض في القرآن. نلاحظ دائما عدم الاستدلال بآيات الله من طرف المؤمنين بالأرض الكرة لأن ظاهر الآيات ليس في صالحهم، وهناك علماء مسلمين لديهم شك في شكل الأرض ويريدون عدم الاستدلال بالآيات حتى يتبين لهم الأمر علميا، وسنقول لهم بأن الآيات لا خوف عليها فلا يوجد لون رمادي في كلام الله. فهل كل ما تربى عليه الإنسان منذ الصغر هو الصحيح؟ لا يا صديقي، فهناك من تربى على عبادة الأوثان والأصنام والبقر والنجوم، فهل كان على صواب؟ لقد تربينا في عصرنا هذا على مناهج علمية ضد عقيدتنا الإسلامية وكتاب الله وهي الأرض الكرة، فهل نصدق العلم أم كلام الله تعالى؟ وهل هناك سر كبير وراء تزوير العلم لطمس بعض الحقائق؟ ولماذا هناك إجماع على كروية الأرض عند العلماء المسلمين وعلماء الغرب؟ فالله تعالى وصف القرآن بأنه هدى للناس لأن الله يعلم بأن الشيطان سيضل الناس في كل عصر، والقرآن هدى لمن يرجع إليه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم، يهدي للتي هي أقوم، أي أن القرآن سيرشدك إلى الصحيح. لم يقل إلى قيم بل إلى أقوم، صيغة تفضيل، أي سيهديك للأمر الأصح بين الأمور الصحيحة. هل لاحظتم الدقة في الوصف؟ أي أنك لن تجد أصح من القرآن الكريم، فالقرآن عكس ما يقول البعض لا يفهمه إلا المتخصصون، ولكن الحقيقة أن القرآن يتبع منهج التبسيط والتوضيح ليكون هدى للناس أجمعين. الناس هم من يعقدون في كلام الله لإيجاد توافق بين الدين والعلم. فإليك بعض الآيات التي تدل على سطحية الأرض، ودمتم سالمين.